اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نشوف ترند الاهلي بيتكلم عن ايه النهارده وايه ابرز الامور اللي يعني بترتبط باسم النادي الاهلي. نبتدي بحساب سوبر كوره على فيسبوك، واللي بيقولوا ان الاهلي يطمئن على لاعبيه في المنتخب قبل لقاء توجو بسبب كورونا. كده كده في تواصل دائم ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي مع ناصر الاهلي المتواجده في منتخب مصر. كورونا اطمئنان مستمر عليهم وتشديد على الاجراءات الاحترازيه، لان الاهلي طبعا عنده نهائي دوري ابطال افريقيا باذن الله يوم 27. احنا نتمنى السلامه لكل عناصر المنتخب باذن الله تعالى، مش لاعبي الاهلي بس. خلينا نروح لحساب في الجول على تويتر، واللي قاله استاذ برج العرب الملعب المحتمل لنهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والزمالك يتعرض لامطار غزيره صباح اليوم السبت. النهارده كان في مطر كتير، ودي صور الملعب زي ما نشروا في الجول كده. فكل ده جرس انذار قبل طبعا النهائي يوم 27، رغم ان في تصريحات رسميه من قبل طبعا مسؤولين سواء وزير الشباب والرياضه او حتى الخبر اللي معايا ده الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه، واللي قال ان النهائي الاهلي والزمالك هيكون باستاد القاهره بشكل رسمي. هل في خطابات تم ارسالها للانديه؟ هل في امور يعني بشكل نهائي بخصوص ملعب المباراه النهائيه؟ لحد دلوقتي ما اعتقدش ان في شيء رسمي، لكن طالما التصريحات خارجه من المسؤولين خلاص يبقى دي تصريحات مسلم بيها. خلينا نروح ل يلا كوره وحسابهم على انستغرام، ويعني ناشرين صوره لطاهر محمد طاهر، وقالوا ان هو هيرتدي القميص رقم 27 في النادي الاهلي وجلسه مع موسيماني اليوم، واحنا شرحنا لحضراتكم كل التفاصيل اللي بتتعلق بطاهر محمد طاهر. وكان يعني عايز يلبس رقم 7، لكن كهربا هو رقم 7 في النادي الاهلي، 17 كمان السولية، فاي حاجه فيها رقم 7 رقم 27 متاح، فبالتالي اختاروا طاهر محمد طاهر. خلينا نروح لفاصل سريع بعدين نرجع. الترند العالمي واكيد الحديث فيه بس عن نجمنا المصري محمد صلاح، وهو يعني كل الصحف والمواقع العالميه تناولت خبر اصابته بفيروس كورونا. نبدا بحساب جريده جارديان على تويتر، وبيقولوا صدمه جديده لليفربول اصابه محمد صلاح بفيروس كورونا، وهي فعلا صدمه ليورجن كلوب وجماهير ليفربول بعد اصابه هذا النجم. هو النجم الاول في الحقيقه في صفوف ليفربول وهداف الفريق وهداف الدوري بعد 8 جولات من بدايه البريمير ليج هذا الموسم، جايب 8 اهداف ما شاء الله عليه. باذن الله باذن الله صلاح يرجع اقوى في اسرع وقت ممكن كمان، لان الاصابه بسيطه وان شاء الله مش هتاخد وقت كبير. خلينا نروح للخبر اللي بعده من خلال حساب جريده صن على تويتر، واللي بتقول على يورجن كلوب المدير الفني ليفربول ان يعتقد ان أسوأ كوابيس تتحقق بعد اصابه صلاح بفيروس كورونا. وهو الراجل بصراحه بيعاني من عدد من الكوابيس على مدار الاسابيع السابقه، لان عدد كبير جدا من لاعبي ليفربول مصابين، وهم كلهم لاعبين مهمين جدا في تشكيلته الاساسيه. يعني تيجي تتكلم على فيرجن فان دايك اصابه قطع في الرباط الصليبي هيغيب كتير، كمان فابينو عنده اصابه اللي كان بيعوض نوعا ما فان دايك، رغم ان هو لاعب وسط لكن كان بيلعب مدافع في بعض المباريات. تشامبرلين كمان غايب بقاله فتره، جوميز تعرض لاصابه مؤخرا مع المنتخب الانجليزي، تياجو الكانتارا عنده اصابه ايضا بخلاف ترينت الكسندر ارنولد طبعا ايضا اللي اتصاب في اخر مباراه ليفربول، وممكن تاخد وقت شويه. فبالتالي كوابيس كتير جدا بيعاني منها طبعا يورجن كلوب، واللي هيحاول يعالج هذه الامور من خلال البدائل الموجوده في تشكيله ليفربول. خلينا نروح لحساب جريده تيليجراف على تويتر، ونشرت تصريحات ليورجن كلوب المدير الفني ليفربول، واللي قال سفر اللاعبين للمباريات الدوليه خلال الوباء يشكل مخاطر كبيره، بس ما فيش حل تاني، هتعمل ايه؟ ما هو في اجندات دوليه، طبيعي ان عندك يعني فريق كبير جدا زي ليفربول عنده عدد كبير من اللاعبين في المنتخبات المختلفه، فطبيعي ان هم يسافروا، ما اعتقدش ان في حل للجزئيه دي ابرز الامور تتعلق بالترند العالمي. اخر فقره في حلقتنا النهارده وهي خاصه بتفاعل الجمهور المصري بشكل عام على توقعاتهم لنتيجه مباراه اليوم ما بين منتخب مصر وتوجو، ونبتدي بمعاذ حمدي الازهري قال ان شاء الله الفوز للمنتخب المصري 3-0 بالتوفيق للفراعنه باذن الله. مصطفى رضا قال 2-0 ان شاء الله، احمد سمير قال 4-0 ان شاء الله، يوسف طارق قال 2-1 ان شاء الله لمصر، وكريم يوسف احمد قال ان شاء الله 4-0 لمنتخب مصر. مهم قوي ان مصر تكسب النهارده عشان ناخد 3 نقاط تضاف للنقطتين اللي عندنا بعد التعادل مع كينيا وجزر القمر، وكانت في الحقيقه نتائج مفاجئه جدا للمنتخب المصري، لكن باذن الله نتدارك هذا الموقف من خلال او بدايه من مباراه اليوم امام توجو، ومرورا بمباراه الاياب اللي هتكون بعد 3 ايام من دلوقتي. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني والكابتن حسام البدري وجهازه المعاون. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، بكره حلقه جديده وتفاصيل اخرى في مختلف الملفات عالميا ومحليا،
وكمان آخر أخبار النادي الأهلي في حلقة جديدة من نفس البرنامج. استنونا، إلى اللقاء.